كانت اهل التاريخ اللي افتكرهم مش انا ولا المجلس اللي جاي ولا المجلس اللي فات. الشهداء لن يزايد عليهم احد وعيب المزايدة على الشهداء. والله ما حضور المباراة ده ما يعني ما موضوع انا ما عنديش خلافات مع حد، انا بعيد وبأكلم، انا ليس عندي خلافات مع حد، انا عندي مصلحة النادي الاهلي ومصلحة الكرة المصرية هي ما تحدث. شكرا.